كم من معاني ساقها المولى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتنا في هذه السلسلة عن موضوع مهم ومشروع يفترض أن يكون طوال السنة، لكن اليوم نجعله بزيادة شوي، باهتمام أكثر. نتحدث اليوم عن أصل من أصول الإسلام وهو بر الوالدين، من أعظم الأخلاق. وصية الله بعد توحيده أن يبر الإنسان والديه. قد تقولين أنني بار بأمي وأبي كل يوم في السنة، صح، لا أشك بهذا، لكن اليوم نبي نسوي شيء جديد لهذه الأم، الأم التي لولاها ما وجدنا على هذه الأرض، الأم التي يعني احدودب ظهرها وضعف جسمها وشاب شعرها من أجل من؟ من أجلك. ذلك الأب الذي عمل صباح مساء، احدودب ظهره وشاب رأسه من أجل من؟ من أجلك. أمك وأبوك ماذا تفعل معهما اليوم؟ إن كان يوم زيارة اجعل الزيارة اليوم مميزة. هل جربت اليوم، هل فكرت أن تشتري لها وله هدية؟ هدية أمي وهدية أبي. قد تسأل الأم شنو المناسبة؟ قد يسأل الأب ليش؟ قل لا، أنا عندي هذا اليوم إن شاء الله كل سنة في رمضان سأعطيك هدية وأعطيك هدية. هل جربت الآن إذا كانت أمك في بلد ثاني أن تتصل عليها؟ إذا كنت تعطيها 5 دقائق اجعلها ربع ساعة. هل جربت أخي الحبيب إن كانت أمك قد توفيت أو أبوك أن تزور قبريهما اليوم، أو تصلي الليل وتدعو لهما، أو تخرج شيئا من الصدقات تحتسبه لهما؟ سو أي شيء. أنا ما أتكلم عن الذي أغضب أمه ولا أغضب أباه، هذه مشكلة كبيرة. ما تغرب شمس اليوم أو ما تطلع الشمس غدا إلا بإذن الله قد أرضيتهما. لا تؤجل اليوم يوم الأم، اليوم يوم الأب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللي ما جرب حياته يقبل إيد أمه وأبوه اليوم يروح يقبلهم. اللي ما جرب يجلس عند رجلها فثم الجنة. تبون جنة؟ ترى عند رجل أمك اليوم. جرب. اللي متزاعل وياها يروح هو، بس يا شيخ أمي اللي غلطانة، بس يا شيخ أبوي اللي ما يبيني. لا، اليوم رمضان، اليوم يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فرصتك أن الشياطين مصفدة، فرصتك أن الإيمانيات والروحانيات وجو رمضان يجعل الحجر يلين. شلون أمك وأبوك اليوم؟ ما في تأخذ عيالك، زوجتك، أنت بروحك تروح تجلس عندها، تتفطر وياها، تعزمها عندك في الفطور، تجيها بعد التراويح، قبل التراويح توديها معاك. إيش رأيك تعرض عليها إذا كنت تستطيع؟ إيش رأيك تعرض عليها؟ يمه أبي أروح عمره برمضان، إيش رأيك أخذك معي؟ تقول يا شيخ زحمة وما. لا الله بيسهلها. وأمك إذا كانت تحب العمرة، وكذلك أبوك، هم يشيلونك مو أنت اللي تشيلهم. ترى هم راح تلقاهم في المسجد أكثر وقتهم، هم اللي ينادونك للصلاة مو أنت اللي تروح. الكبار حبهم من المسجد أكثر ترى مني أنا وياك. احرص على عمرة في رمضان مع أمك وأبيك. طيب ما تقدر أمي توفت. يا أخي أنت معتمر عن نفسك، اعتمر عن أمك مرة ثانية، اعتمر عن أبيك مرة ثانية، اجعل هذا العمل برا بأمك وأبيك. فرصة. وبالوالدين إحسانا. الله يقول يعني مو تبر وبس، لا، احسن بعد زيادة، سو اللي تقدر عليه. نبي اليوم ابتسامة أمك ابتسامة رضا، ابتسامة أبوك ابتسامة رضا، رضا الرب عز وجل في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. شدوا حيلكم. السلام عليكم ورحمة الله. المولى لنا بمحبة وفي الليل تآخر.
أخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.